السلام والتحية لكم مشاهدينا ومتابعينا عبر الشاشة الشارقة الرياضية. محدثكم علي الجسمي يتواصل معكم في رحلة الملاعب وما خرج منها من مواضيع وقضايا وأحداث سنعيشها معكم وبمعية الزميلين الأستاذ محمد الجوكر. أبو سلطان رحب فيك. أهلا وسهلا. سعيد بوجودك معي اليوم. أيضا رحب بالأستاذ سامي عبد الإمام. رحب فيك. مساء الخير بالبتول. أهلا وسهلا. سعيد بوجودك معنا. أنا أسعد. مواضيع حلقتنا بعد الفاصل فانتظرونا. البداية فرضت علينا فما انتهت إليه قضية منتخبنا للناشئين في التصفيات الآسيوية لهو دليل عن عدم قراءة جيدة لإدارة أخرجتنا من التصفيات قبل أن تركل الكرة. سوف يبقى الفشل مراً إذا لم نبتلعه، فما خسرناه من قضايا إدارية على صعيد الأندية والمنتخبات سببه أننا لم نبتلع الفشل، وسببه أننا ما زلنا نعاشر الهواية ونرفض طلاقها رغم ما سببته من مناقصات على صعيد الأندية والمنتخبات. خسر أبيض الناشئين التصفيات الآسيوية قبل أن يركل كرتها، والسبب ليس مدربا على دكة ولا تقاعسا لنجوم ملعب، بل لمنظومة إدارية تقود حبكة الكرة دون أن تقرأ المستقبل بعيون حاضر، ولا تضع الافتراضات وتبحث عن الحلول التي تخدم مصلحة المكسب الإداري. اتحاد الكرة لم يخطط لافتراضية قبل قرعة، ولم يتحرك بإيجابية بعد واقع، ولم ينتهز فرصة لوقت ليتحرك ويعود للملعب الآسيوي من جديد، فإذا بصافرة النهاية تعلن عن خروجه مهزوماً. علمتنا الحكمة أن من يناضل ربما يخسر، ومن لم يناضل فهو حتما خاسر. مسلطان، بالنسبة لهذا الموضوع المهم جدا، عملية الخروج من دون أن تلعب هذه المباريات في ظل الوضع الراهن، عدم يعني تخطيط إدارة الاتحاد للوضع اللي صار بأن ممكن ما نلعب المباريات في دولة قطر في ظل الوضع السياسي الراهن، مشكلة أنه ما في تخطيط بالنسبة لهذا الوضع. الحقيقة أولا هذه القضية قضية ليست وليدة اليوم وليست حديثة، هذه القضية أخذت أبعاد كثيرة في قبل 3 أسابيع وربما أكثر. القضية باختصار شديد كان إعداد منتخب الناشئين يسير بخطواته بشكل صحيح، وتم توزيع منتخب ناشئين مع المجموعة التي يفترض كانت تقام في قطر، ولكن الاتحاد الكرة بالحقيقة نجح من خلال اتصالاته مع الاتحاد الآسيوي في إقناع الاتحاد الآسيوي بأن يذهب منتخب الإمارات إلى مجموعة أخرى تقام على ما أعتقد في ماليزيا أو النيبال، ويكون بدلا من منتخب الإمارات في المجموعة التي ستقام في قطر يتحول المنتخب العراقي، وتم الاتفاق على هالأساس، واستلم اتحاد الكرة رسائلة من الاتحاد الأسيوي. لكن بفعل فاعل تم عقد اجتماع اللجنة الخاصة المشرفة الفنية لهذه البطولة برئاسة الأخ سعود المهندي، وهو طبعا من دولة قطر، وبالتالي اتخذت هذه الجلسة التي عقدت في الدوحة قرار مغاير تماما، وتم إرجاع المنتخب العراقي في مجموعته، وأيضا عودة منتخب الإمارات إلى أن يلعب في قطر. هنا تتمثل الحقيقة، لا نحمل اتحاد الكرة المسؤولية الكاملة، لأن هنا يرجع إلى أمور أعلى من سلطة اتحاد كرة القدم، سلطات أعلى، وبالتالي كلنا نعلم الظروف والملابسات التي تمر بها الرياضة في المنطقة، وعلى ضوها تم يعني إبعاد المنتخب الإماراتي لأنه لم ينفذ تعليمات هذه اللجنة التي عقدت واجتمعت برئاسة القطري سعود المهندي. يمكن الخطأ الذي ارتكبه اتحاد الكرة في اعتقادي أنهم خاطبوا لجنة الاستئناف، برغم أن لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي اتخذت قرار، كان بإمكان اتحاد الكرة أن يخاطب
الكأس اللي هي الجهة المنظمة والتي التي تراقب كسلطة قضائية على الاتحادات، كان بإمكانها أن يتم مخاطبة الكأس وليس لجنة الاستئناف، لأن القرار اتخذ ولا يوجد بما معناه أن يتم استئناف على هذه القضية. هذا الحقيقة الأمر لا يمكن أن نتهم اتحاد الكرة بالتقصير، إنما ربما قد يكون هناك يعني قلة خبرة في تصوري وعدم يعني توقعهم للأحداث الجارية في المنطقة أن تستمر، وهذا قد يكون أحد الأسباب الرئيسية في عدم قراءة للأحداث بشكل جيد. وهنا طبعا يعني نحن نعترف بأن صار في عدم فهم وإدراك للقضية كيف تسير، لكن إنما فريق لم يلعب ويخسر هذا طبعا مبالغة فيه، لأن المنتخب لم يلعب حتى يخرج، لكن إنما اليوم كرة القدم والرياضة عموما لعبة الأساليب الخبيثة ولعبة الدسائس، لعبة المؤامرات ولعبة التدبيرات ولعبة التخطيطات، يعني في أساليب ملتوية يلعبها البعض، لكن طبيعة المجتمع الرياضي الإماراتي طبيعة فيها تسامح وفيها محبة ويلعبون وفق أنظمات، ونلعب تحت شعار اللعب النظيف، لا نريد أن نلعب الأساليب الكذابة أو الأساليب الخادعة التي تخدع الرأي العام والمجتمع. تمنى أن اتحاد الكرة احنا أبو سلطان شو رأيك نأخذ أيضا رأي سعادة المستشار يوسف الشريف اللي ينضم إلينا عبر الهاتف عساس أيضا نسأله عن هذا الموضوع، وأيضا الإجراء اللي تحدثت عنه اللجوء إلى محكمة الكاس اللي كان ممكن أيضا خيار. رحب فيك سعادة المستشار. مساكم الله بالخير وحياك الله وحيا الله ضيوفك جميع. في البداية نرحب فيك وسعيدين بتواصلك معنا. أعتقد الموضوع أنت تسمعه معنا بخصوص المنتخب وعدم لعب التصفيات بالنسبة لمنتخب الناشئين، الوضع اللي صار في عدم رغبة المنتخب للذهاب إلى قطر، وأيضا مثل ما قال بسلطان اللجنة اللي اتخذت قرار باستبعاد المنتخب الإماراتي برئاسة سعود المهندي. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية خلينا نأكد إحنا على موضوع أساسي، يعني مثل ما قال بسلطان أن ربما ضعف شوية الاتحاد كان سبب في ضياع هذه الفرصة. وقبل ذلك خلينا احنا نبين نقطة أساسية للأمانة، لا يوجد كيان أي كيان إلا يعتمد على عنصرين أساسيين، القانون والعلاقات. ما لم يكن هناك لا قانون ولا علاقات، يعني مصير هذه المنظومة أو هذا الكيان هو السقوط. ضعف القانوني اللي موجود في الاتحاد الكرة حاليا من حيث الإدارة القانونية، هم أنا عارف أن عندهم خبرات ممتازة، لكن هل لها السلطة بأنها توجه وتتكلم ويأخذ برأيها، أم هي قرارات ارتجالية اللي قاعدة تصير في الاتحاد؟ الله أعلم. الأمر الثاني اللي احنا فاقدين الآن في الاتحاد الحالي هي قوة العلاقات، وخلينا مثل ما نقول التضبيطات والرباطيات اللي تحصل. إذا لا هذا عندك ولا هذا عندك، اضرب المثل بالشركة، كل يوم البلدية جالسة تخالفها، فإذا جاءوا يخالفونها لا هو عنده الفهم القانوني حتى يستدرك أخطاءه، ولا هو عنده العلاقات اللي حتى ممكن يأخر الغرامات اللي تجيله أو الأضرار اللي قاعد تترتب عليه، وبالتالي فهاي الشركة راح تسقط. فبالتالي إحنا اللي حصل اليوم قاعدين نتكلم على موضوع منتخب الناشئين اللي كلنا نأمل فيه إنه يمثل الإمارات، وشباب ما شاء الله عليهم طلعوا ومشتغلين عليهم 3 سنين الماضية على أساس يكونون بدل الفريق اللي كنا نعمل منه إنه يوصلنا إلى كأس العالم، وقد راحت فرصته الحالية. هذا الموضوع مثل ما أقول لك أخوي إنه يحتاج ويتطلب فعلا فهم أكبر من ما المجريات الحالية. لا نريد تصريحات نارية وإحنا راح نروح الكاس وبكرة يقول نروح الفيفا، كأن إحنا ما عارفين نميز ما بين الكاس ولا ما بين الفيفا، وبعدين نخبط في الاتحاد الأسيوي اللي ساعدك ووقف معك وعمل لك كل شيء تريده، وحاول الاتحاد الأسيوي إنه يحل المشكلة، لكن مثل ما تفضل بسلطان وقال لك إن جماعة قطر تحركوا من تحت لتحت ونقلوا أساساً الاجتماع من كولنبور الى قطر متعمدين عشان يدرون ان لا الجنيبي ولا السعودي يقدر يحضر الاجتماع. اذا انت قاعد تشتغل مع منظومه مثل ما قال السلطان، هناك رباطيات
غير نزيهة أو غير نظيفة، بالتالي أنت يجب أن تستغل علاقاتك. إن لم يسعفك القانون على الأقل تسعفك علاقاتك. قبل كنا إحنا نشتغل على علاقات، كان سواء الرميتي الله يذكره بالخير بخالد أو التركال، كانوا يشتغلون بالعلاقات ويرفع التليفون. أنت معاك أفغانستان، أنت كنت كل سنة تستضيفهم وتجيبهم الإمارات بكل سهولة أنك تأخذ موافقتهم. معاك اليمن، أنت جالس تساندهم عسكريا وكل شيء، يعني تستطيع أنك ترفع التليفون تقولهم تعالوا وافقوا لي على نقل المباريات بيوافقون. معاك العراق، علاقتك معها أكثر من ممتازة. شو اللي أنت محتاجه؟ يعني كان لازم دكتور، كان لازم أيضا وضع هذه الفرضيات اللي تتكلم عنها، أن عملية التربيطات لازم تكون موجودة مع سواء أفغانستان أو العراق أو اليمن. صحيح، وكلها فرق يعني ربعك. يعني أنت مو محتاج أنك تروح تسوي شيء أوفر، يعني لا محتاج أنك ترشي، لا محتاج أنك تسوي ولا شيء. مسألة علاقات إن يا جماعة الخير إحنا بننقل مباريات، ننقلها ولا ما ننقلها، تأخذ موافقاتك وتتحرك من شهر 5، مو من اليوم جاي تتحرك لي على آخر أسبوع وبعدين تطلع بتصريح تهدد الاتحاد الآسيوي اللي وقف وياك. من مصادري الخاصة الاتحاد الآسيوي كان مجهز ملف عشان يعني إذا تقدمت الإمارات بالشكوى إلى الكاس كانوا مستعدين إن مثل ما تقول يفهموننا فيه. يعني تتصور أنت إلى هذه الدرجة وبالآخر نجي نقول والله إحنا مسألة ما فيها خطأ؟ مع احترامي لرأيك بسلطان، لا، المسألة فيها خطأ وخطأ كبير جدا. يعني هذه مش مسألة اليوم أني أنا طبطب على واحد ولا كلهم ربعنا وإخواننا على العين والرأس، ولا هي أغراض شخصية إحنا نتكلم فيها. هناك خطأ فادح وقع فيه الاتحاد، لم يستطع أن يستغل أي علاقات باسم الإمارات، مش علاقاتهم الشخصية، باسم الإمارات. تروح تكلم للشيخ سلمان، الشيخ سلمان شو بيسوي لك؟ رئيس الاتحاد الآسيوي شو راح يسوي لك؟ ما يسوي لك شيء. انت عندك منظومة متكاملة فيها لجان، فيها عمل، فيها شغل، فيها كل شيء، اعتمد عليهم. دكتور، حتى يعني اذا بنتكلم عن موضوع مشابه بالنسبة للأندية السعودية اللي اتخذت اجراء في عملية اذا ما وقعت فرقها مع الفرق الإيرانية انه ما راح تلعب في ايران في دوري ابطال اسيا. يعني احنا نتكلم عن فرضيات كانت ممكن تصير، كان يجب اتخاذ اجراء مسبق او فرضيه لهذا الوضع اللي كان ممكن يصير. نعم، وهذا اللي ترى يحصل دائما يعني، وكان هذا اللي يحصل من قبل. جايين باخر ايام يكلمون معالي محمد خلفان الرميثي تعال الحقنا، شو يسوي لك؟ شو راح يعمل لك في اخر ايام يعني؟ وخلاص ما في الوقت يعني، اوفر يعني، خلاص انتهى. سعاده المستشار، احنا شاكرين لك مداخلتك ووقتك الثمين، شكرا لك، وإن شاء الله تواصل معك في مناسبات قادمة إن شاء الله. شكرا لك أبو سلطان. كنا نتكلم عن الموضوع، نتكلم أيضا عن وضع مشابه بالنسبة للأندية السعودية في دوري أبطال آسيا اللي اتخذت إجراء مسبق أن في حالة أن ما وقعت فرقها مع فرق إيرانية أن تكون أيضا في أرض محايدة. هذه أيضا فرضية كانت ممكن تكون. هو أنا هذا السؤال أنقله لأبو بتول، وبعد أبو بتول عندي تعقيب مهم في هذه الجزئية، لأن هذا السؤال أنا أريد أبو بتول يتحدث في هذا الجانب لأن عنده رأي في هذا الموضوع بالتحديد. أبو بتول، السؤال نقله أبو سلطان لك وراح يعلق عليه. بالنسبة للأندية السعودية وأيضا المنتخب السعودي، لأن الوضع اللي صار مع المنتخب العراقي ان اتخذ العراق راح يلعب في ايران، ايضا المنتخب السعودي اتخذ قرار انه لا راح نلعب في ماليزيا ودوله يعني ما تكون دوله ايران، اساس انه ايضا الوضع الراهن ما يسمح انه يلعبون في ايران. لا، بل كسب شغله ثانيه، لعب في السعوديه صحيح. بعد ما قرر الفيفا ان المباراتين في ارض محايده، السعوديين كسبوا الاعتراض وقال ليش نلعب احنا في ارض محايده؟ احنا ارضنا ما فيها مشكله للعراق، صحيح، فيلعبون في جده، كانت هذه المباراة الحاسمة اللي أعطت السعودية نقاط. فإذا حقيقة من زمان التحرك السعودي أقوى، من زمان، مش من المجلس الحالي ولا للأسف إحنا لا توجد لدينا إدارة أزمات، واتضح الآن حتى في الاتحاد الآسيوي ما عنده إدارة أزمات، لأنه لما تصير قضية معروفة ورئيس الاتحاد الآسيوي من دولة البحرين وفي كثير من لجنة المسابقات عرب ويعرفون الوضع اللي صاير حاليا في المنطقة، فبكل تأكيد يصدر قرار فصل أنه ما تلعب المجموعة اللي في قطر، ما فيها لا السعودية ولا بحرين ولا إمارات، يصير قرار أولي وانتهى. هذا قرار أزمات. يعني الآن تتخيل أنه الاتحاد الأوروبي يصير تصفيات بطولة معينة، يحط لك فريق من أوكرانيا
وفريق من روسيا ما يحطهم. يعني حتى جورجيا بيناتهم مشاكل. جورجيا ايضا وايضا بعض يفصلهم اللاعب مختريان يلعب في مانشستر يونايتد. اذا القرعه ما وضعت مانشستر يونايتد مع فريق من جورجيا اللي هو كارباخ ما كان راح يلعب مختريان لانه ارميني نظرا للوضع اللي حاصل. نعم. لذلك ايضا مانشستر يونايتد ما وقع في مجموعه كارباخ. هذا هناك عمليه توجيه للقرعه وهذه قانونيه ورسميه ومعترف بها. الاتحاد الاسيوي ما لجأ لهذا لأنه يدل أنه ما عندهم إدارة أزمات. نحن نفس الشيء. أنت عندك تصفيات قادمة وممكن والمكان معروف وين، فيجب أن تتحرك من قبل شهور وتثبت تقول أنا موقفي كذا وكذا وكذا ولن ألعب وتحسم الموضوع. الإخوان في السعودية حقيقة مدام نرجع نربط في السعودية تحركهم يكون أقوى، عندهم ناس عندهم أعضاء متنفذين في الاتحاد الآسيوي، عندهم شبكة علاقات قوية في الاتحاد الآسيوي يستثمروها خير استثمار وحتى في الاتحاد الدولي. رغم المنطقي أن نكون إحنا أصحاب هذا الشيء لأنه إحنا أكثر من السعودية استضافنا فينا بطولات للفيفا، يجب أن نكون إحنا علاقتنا أقوى بالمنطق، ولدينا مؤتمر دولي كل سنة رئيس الاتحاد الدولي كرة القدم عندنا ورؤساء الاتحادات الدولية عندنا وكأس العالم للأندية راح تكون بعد شهور. نعم يجب إحنا اللي تكون علاقاتنا أقوى، لكن للأسف واضح أنه ليست لدينا إدارة أزمات. إدارة أزمات يجب أن تتوقع من أهل الخبرة اللي يا جماعة يعرفون كذا وكذا وكذا ممكن يصير واللي قدام يحسمون الأمور، وبالتالي لا تلجأ أنت إلى عملية اعتراضات من الأول، حاسم موقفك. وأنت أنا لما حولت السؤال لأخي سامي لأني أعرف رأيه ولا أريد أن أسرق فكرته، فهو نقلها بشكلها الصحيح لأن تناقشنا في هذا الموضوع في أكثر مرة. إضافة إلى إدارة الأزمات اللي أشار إليها الدكتور والأستاذ سامي، أنا أقول لجنة العلاقات الدولية. لجنة العلاقات الدولية تعاني منها الرياضة الإماراتية من وجود هذه اللجنة التي تشكل كيفية إدارة أزمات. والمجلس الأعلى للشباب الرياضة أيام طيب الذكر معالي عبد الرحمن العويش تم تشكيل لجنة تسمى لجنة العلاقات الدولية التي تساهم في إدارة الأزمات أو تساعد ممثل الإمارات في الترشح للجان القارية والدولية والآخرة. وخرجت هذه اللجنة أو الفكرة هذه أيام صغوط الذريع للأخ يوسف سركال في انتخابات رئاسة الاتحاد الأسيوي. وبالتالي العلاقات كما أشار الدكتور يوسف فن خاصة في الجانب الرياضي في غاية الأهمية، العلاقات الشخصية ولا نعتمد على مجرد المسميات والأشكال والأسماء إلى آخره. نحن لدينا أعضاء في اللجان المختلفة في الاتحاد الأسوي، لكن الأعضاء الموجودين في الاتحاد الأسوي أنا في تصوري غير فاعلين، أو ربما في عدم توافق فكري بين ممثلي الإمارات في لجان الاتحاد الأسيوي مع الاتحاد الحالي، يعني في تناقض بينهم. على سبيل المثال سين من الناس عضو في إحدى اللجان دائما هو يهاجم الاتحاد كرة القدم، وبالتالي هذه العلاقة أو هذه الفجوة ما تخدم الأندية الإماراتية وأيضا المنتخب الإماراتي بالضبط. لذلك نحن الحقيقة في ظل التوجه الحالي نحن محتاجين إلى إدارة رياضية عليا، إدارة رياضية عليا تشرف على الحركة الرياضية. نحن ليس لدينا الآن إدارة رياضية عليا. اللجنة الأولمبية صارت 11 شهر نائمة ولا نعلم ملف الرياضة أين سيذهب، هل سيبقى مع وزارة التنمية المجتمع وهيئة المعرفة أم يكون هناك هيئة للرياضة كما هو حاليا موجود في المملكة العربية السعودية. إذن نحن محتاجين فعلا إلى غربلة أو إلى استراتيجية جديدة نعطي للصوت الرياضي. اليوم الشباب أصبحوا لديهم وزارة والله الحمد الدولة مهتمة في قطاع الشباب، لديهم وزارة للشباب تم نقل استحداث المراكز وتحويل إدارات الشباب إلى هذه الوزارة برئاسة معالي شمة. وبالتالي الإدارة الرياضية نحن الآن نريد وعبر هذا البمبر وعبر هذه الشاشة القناة الرياضية ندعو وننادي ونطالب بإدارة رياضية عليا. هذه الإدارة الرياضية العليا تجمع اللجنة الأولمبية الوطنية، ولأن حقيقة نحن كأسر رياضية لا نعلم أين نذهب، وبالتالي في غاية الأهمية الملف الرياضي تصرف الدولة عليها المليارات
الدولة تصرف، لولا الدعم المحلي للمجالس الرياضية والدعم الحكومة المحلية للرياضة تحتاج حقيقة إلى ناس متخصصين للملف بين قوسين الرياضي. الشباب لهم، الهيئة الثقافة والتنمية والمعرفة لهم رجالاتها وقياداتها، لكن الملف الرياضي غايب، وهذه أيضا النقطة في غاية الأهمية. بالنسبة لفهم القوانين اللي تحدث عنها سعادة المستشار وأيضا بسلطان وأيضا العلاقات، احنا لا عدنا فهم يعني للقوانين وأيضا قوة في الملف القانوني، ولا أيضا عندنا قوة للعلاقات الموجودة. صحيح. خلينا نضرب مثال شوية عالم، يعني أنت لما كان موجي ماسك نادي اليوفي أو غالياني ماسك الميلان أو ديفيد دين ماسك أرسنال، بتليفون واحد ينقلوا لك لاعبين من هنا لهنا ويغيرون العلاقات. الآن اللي مسكوا بدالهم غير قادرين على أن يقدموا عشر ما كان يقدمه السابقين، لأنه لما توصل العلاقات بينك وبين الطرف الآخر إيميلات أو فاكسات، هذا يسموه حوار طرشان، لا يسمعك ولا تسمعه. لما تصير ملتقيات دولية، لما يأتي رئيس الاتحاد القاري أو لجانة يجب أن تستثمرهم، لما يأتي رئيس الاتحاد الدولي يجب أن الاتحاد المحلي يستثمره يعمل معاه علاقات قوية. اللي يمسكون لجان العلاقات من أهل، خلينا نقول أهل الدهاء، اللي مثل الدبلوماسيين، الدبلوماسي لازم يكون شخص غير عادي عنده آفاق أنت ما تفكر بيها. احنا البسطاء ضايعين بتفاصيلنا الصغيرة. الدبلوماسي والمخطط يفكر بعيد وينظر في أمور احنا ما ننظر لها. أبو العلاقات يجب أن يفكر هالشكل، يستفيد، يقعد، يلتقي، يتعرف بشكل شخصي، تنحل الأمور. احنا للأسف إلى حد كبير أمورنا بالإيميلات، تقول البند القانوني وأهل القانون يعرفون. أنا أذكر قضية نادي الوصل مع نادي النصر السعودي، الإضرابة اللي صارت في الملعب في الكأس الخليجية. أي أنا كنت من اللجنة اللي جلسنا نشوف نفحص شو الوضع. لو قرأتها من المادة 7 يطلع الوصل مدان، لو قرأتها من المادة 12 يطلع النصر السعودي مدان، هي نفس الفقرات. نقعد نقراها، لو تنسى هالفقرة تقرأ الثانية تلقى مالت هالشكل، تخبي هاي تقرأ ديك تلقاها مالت هالشكل. القانون يقرأ من أكثر من طريقة وحسب فهم الشخص. دائما يعني عبارة، خلي عذروني، القانوني يقول لك الشيطان يكمن في التفاصيل. التفاصيل الدقيقة هي هناك المشاكل اللي فيها. فمش كل واحد قانوني يمسك الملف القانوني، لازم قانوني عنده خبرة، عنده دراية، عند عيون براسه كما يقولون، ينظر من كل الاتجاهات، يحسب كل الحسابات. ولا كيف اتحاد قاري يقول لك انقلك ولجنة محلية تروح تجتمع، واين اللجان؟ مش هو هذا نفسه سعود المهند اللي كل آسيا رفضت ان يعاقب الفيفا؟ الفيفا طلب يعاقبه ويحرمه، لكن الاتحاد الآسيوي رفض هذا. والاتحاد الآسيوي رفضه. ما هو هذا سعود المهندي الآن قاعد يعمل قرارات عكس رغبة الاتحاد القاري. هنا يجب أن يظهر القانونيين ويظهرون أهل إدارة الأزمات حتى يوقفون كل واحد عند حده ويضعون الأمور على نصابها. يعني إحنا اليوم خلص هاي المنتخب راح، كانت فرصة إلى في سبيل إعداد، حتى قد يخسر. يعني ما نقول راح يروح يجيب اللقب، هي فرصة أن الفريق، فرصة أن هؤلاء يتدربون ويلعبون ويحتكون ويمكن يخسرون ويستفيدون وتجارب منتخب أنت حرمتهم منها. منتخب ناشئين بوسلطان كان ممكن نشوفه، يعني أيضا نشوف نماذج مميزة مثل المنتخب اللي حاليا، المنتخب الأول اللي كان فترة من الفترات منتخب ناشئين ومنتخب شباب ومنتخب أولمبي. وطبعا في هذا الشأن ما في شك أن أن أن, إن هناك اهتمام واضح الحقيقة، من سواء من اتحاد الكرة أو من الأندية، في اهتمام كبير حاصل بالنسبة للقواعد والمراحل السنية. لكن اليوم الجمهور لا ينظر إلى هذه المسألة الاهتمام الراعي بقدر ما ينظر إلى النتائج وتحقيق مكاسب والتأهل للبطولات التي تليها وإلى آخره.
والإمارات في مراحل سابقة كانت تعتمد على منتخب الناشئين ووصلت كأس العالم أكثر من مرة، وبالتالي أيضا هما القاعدة الأساسية الحقيقية. اليوم في الحقيقة التوجه حكيم في اتحاد كرة القدم، قرارهم الأخير بدمج المنتخب الأولمبي تحت مظلة المدرب الإيطالي زاكاروني، وهذا أيضا مؤشر على أن بدل ما يجلس الرجل جالس لا يحركونه مع المنتخب الأولمبي. ومنتخب الناشئين الحقيقة كرة القدم في يعني مواهب وهم مستقبل الكرة الإماراتية، أتصور أن اتحاد الكرة مطالب أيضا أن استمرارية هذا المنتخب بعد الجهد اللي بذلوه، وحتى لا يضيع مواهب وقدرات الأولاد الصغار فجأة من عدم المشاركة، لابد أن يتم في تحريك للساحة وتحريك هذا المنتخب وكي يمارس دوره على الصعيد، لأن تدري الرياضة اليوم دخلت في معترك جوانب أخرى في الحياة، وبالتالي هذه المسألة الحقيقة يجب أن اتحاد الكرة يكون أكثر وعيا وثقافة ودراسة للأحداث وقراءة بشكل مستفيض ودراسة، لأن مقبلين على أيضا على كأس الخليج اللي أعلنت فيها ثلاث دول عدم المشاركة، وهذه كلها مرتبطة بتطورات الأحداث السياسية. موضوع مهم جدا، احنا نتمنى نتعلم الدرس اللي صار بالنسبة للتصفيات الخاصة بمنتخب الناشئين، لكن الموضوع اللي تكلم عنه أبو سلطان هو موضوع كأس الخليج وأيضا إقامتها من ظل عدم إقامتها الرزنامة أيضا وتداخل رزنامة كأس رئيس الدولة والدوري المحترفين. لذلك يسعدنا أن ينضم إلينا سعيد الطنيجي نائب رئيس الاتحاد للحديث أيضا عن المواعيد الخاصة بكأس رئيس الدولة ودوري المحترفين وأيضا إقامة دورة كأس الخليج. رحب فيك أبو خليفة، مساء الخير. مساء النور أخوي، رحب فيك ورحب ضيوفك. رحب فيك وسعيدين مداخلتك معنا بخصوص الرزنامة وأيضا تعديل مواعيد كأس رئيس الدولة وأيضا دوري الخليج العربي وأيضا في حالة إقامة دورة كأس الخليج إذا ما كان هناك طارئ بالنسبة لتعديل جدول دوري الخليج العربي وأيضا كأس رئيس الدولة. طبعا اليوم احنا كان عندنا الاجتماع اللي هو لجنة المسابقات، وطبعا كنا نشوف اللي هو المتاهلين إلى دور 16 من الأندية الدرجة الأولى، وش يسمونه، وحددنا الملاعب ايضا اللي هي الملاعب المحايده في دور ال16. اما بالنسبه للتواريخ، طبعا احنا في قرعه كاس رئيس الدوله حطينا التواريخ، وكان في اتفاق مع لجنه دوري المحترفين اذا كانت ستقام اللي هي دوره الخليج سيتم التعديل من طرفنا ومن طرف لجنه دوري المحترفين. فالان في اتفاق بيننا وبين لجنه دوري المحترفين خلال يمكن اسبوع تتضح الرؤيه، لان تعرف مرات في امور طارئه تحصل، فاحنا بالنسبة لنا ما عندنا أي إشكالية، يعني إحنا التواريخ محددة في تنسيق تام مع لجنة دوري المحترفين بهذا الخصوص. شو الجديد اللي صار في اجتماعكم اليوم أبو خليفة في اجتماع اتحاد الكرة؟ طبعا كان عندنا بعض الأمور اللي هي كنا ناقشناها، طبعا إحنا اليوم كان عندنا اجتماع موسع، يمكن سمعتوا عن مشروع الأمل اللي أطلقته لجنة المسابقات، واليوم كان اللي هو مدير إدارة المنتخبات الأخ عبيد مبارك موجود، وأيضا من الأكاديمية الدكتور خالد الهاشمي أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم. احنا طبعا اطلقنا مشروعين، مشروع للدراسة اللي هو مع الأكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم، واللي هو الاستغلال المقيمين في دولة الإمارات، بما ان شريحة كبيرة في دولة الإمارات من المقيمين على دولة الإمارات، مثل ما تتعرفوا اليوم عدد السكان اذا كنا احنا نقول احنا مليون، اكيد 7-8 مليون من المقيمين، ف نريد نعمل دراسة اللي هي عن طريق اتحاد الإمارات اللي هي الأكاديمية، عملية عمل دوري استغلال المواهب الموجودة في الإمارات. وأنا متأكد من خلال متابعتي اللي هو دوري الدو، هناك العديد من المواهب حقيقة في الجنسيات العربية بالذات، اللي هي على سبيل المثال في أحد اللاعب الجزائريين الآن في يلعب في الدوري الأسباني في أعتقد أحد الأندية في دوري المحترفين. فإحنا نريد من خلال نعمل قاعدة كبيرة نستغل هذه المواهب، وهي أيضا عملية اقتصادية، بمعنى اليوم الجنسيات الموجودة المواهب اللي تطلع على سبيل المثال الجزائري أو المصري، إذا كان هناك موهبة دوري المحترفين لما يتعاقد مع هذه اللعيبة ما بتروح نفس المبالغ اللي هم الآن الأندية تتعاقد معهم بمئات الألوف والمبالغ الضخمة، فهي عملية اقتصادية. أيضا من خلالها نسعى إلى جذب الجمهور العربي والجاليات
في دولة الإمارات إلى المدرجات، وأمور كثيرة طلبنا من الأكاديمية عمل دراسة وإن شاء الله راح يوافونا فيها على الموسم القادم. أما بالنسبة اللي هو مشروع الأمل، طبعا احنا حددنا مدة المشروع 3 سنوات، واللي هي تستهدف فئة 18 سنة، واستهدفنا بالذات 18 سنة لأن هذه الفئة العمرية تأتي ثمارها يعني قريبا. على سبيل المثال اليوم أنا عندي 24 فريق موزعين على 12 فريق في دوري المحترفين، وأيضا 12 فريق في دوري أندية الدرجة الأولى. طبعا راح نطلب المدربين في ورشة عمل اللي هم 24 مدرب متواجدين على رأس الفرق، راح نوزع عليهم، طلبنا من اللجنة الفنية في المنتخبات اللي هي يعطونا المواصفات ويسمونه الحاجات المطلوبة لاستهداف أفضل 11 لاعب في دوري 18 في نهاية الموسم. بعد ما نعطي المدربين استبيان في نهاية الموسم راح يجينا أفضل 11 لاعب على مستوى كرة الإمارات من خلال 31 مدرب اللي هم 24 مدرب في أندية دوري الدرجة الأولى والمحترفين 24، وبالإضافة إلى 7 مدربين متواجدين في أكاديمية اللي هم موجودين في مراكز التدريب في اتحاد الإمارات لكرة القدم. طبعا احنا نستهدف الأمور الفنية أولا في نهاية الموسم، لما أنا يجيني استبيان من 31 مدرب إذا أنا بوصل بالدقة المتناهية لأفضل عناصر موجودة في كرة الإمارات. مثل ما أنتم تعرفوا اليوم احنا عدد سكاننا قليل، وبالتالي يجب أن احنا نلجأ لطرق ثانية، يعني عملية الاختيار يجب أن تكون بالدقة المتناهية. احنا راح نتكلم ان شاء الله ابو خليفه في هذا الموضوع بشكل موسع ان شاء الله لك جلسه، هو عمليه طويله ترى، عمليه كبيره يعني. راح تكون ان شاء الله لنا جلسه معك ان شاء الله في الايام القادمه. انا شاكر لك مداخلتك، واتمنى ايضا لكم التوفيق في اتحاد كره القدم. ابو سلطان بشكل سريع انا ابغى اعلق على نقطه دوره كاس الخليج، هل مطلوب الموافقه على المشاركه فيها بخصوص مشاركه 4 فرق؟ هل العدد القانوني هو 3 أو 4 فرق؟ ايضا راح ندخل في عمليه العلاقات ان نقنع بعض المنتخبات انها ما تشارك اذا كانت اذا كان الوضع الحاصل بهالطريقه. هو اعتقد الان يعني لو نشوف قمه الهرم تم تاجيل اجتماع القمه لدول مجلس التعاون 6 أشهر، فما بالك بالنسبه لكاس الخليج كره القدم؟ يعني هذه البطوله لن تقام، لن تشارك، ربما تقام بالنسبه للدول المعنيه، لكن الدول الثلاث كانت صريحه وواضحه، المملكتين بالاضافه لدوله الامارات لا تشارك بطولة الخليج حتى يتم تحقيق ما تطلبه هذه الدول تجاه الشقيق قطر. عموما ننتقل لموضوع آخر بالنسبة لرياضتنا، من خسارة لمعركة لم نحسن نزالها إلى تفاؤل لأخرى ندرك حجم مكسبها لأن بطلها هو صاحب أسرع كرسي متحرك في العالم. التفاصيل في التقرير التالي. لن نعيش في جلباب الريو، هذا هو الشعار لرحلة البقاء على القمة والذي تبناه بطل أبى أن يعيش أسيرا لمقعد تحركه الأيادي، كما أبى العيش على أطلال مجد هو من صنع معادنه. إنه جايد مدمار، أيقونة منصات الريو، الذي وهب نفسه لنزال وصراع مرير مع عقارب الثواني طمعا في الدفاع عن قمة هو سيد عرشها، حيث الموعد مع كبار الكراسي في البطولة العالمية في لشبونة البرتغالية الشهر القادم، موعد لن يتنازل فيه الجايد عن المنصة بل يطمح فيه لصراع الزمن وكسر عقاربه برقم جديد يكون انطلاقة لرحلة طوكيو 2020. ما قدمه الجايد على المضمار الدولي هو صفحة من تاريخ لن يندثر، وما سوف يقدمه في رحلة بلاد ماجلان ودجامة سيكون عنوانه صراع الفيمتو ثانية.
سعدنا أن ينضم إلينا بطلنا الأولمبي محمد القايد اللي راح فيه في الاستوديو معانا اليوم. محمد مساء الخير وسعيدين وجودك معانا اليوم. فرصة كبيرة أن نتعرف أيضا على الإنجازات السابقة وأيضا الاستعدادات القادمة بالنسبة لأولمبياد طوكيو 2020. مساء النور، فرصة سعيدة أن أقابل الكباتن الكبار اللي معك الله يسلمك. محمد بالنسبة للسقف اللي أنت وصلت له ما شاء الله سقف عالي للإنجازات، أعتقد أن طموحاتك أيضا أن ما تنزل أيضا عن هذا السقف اللي وصلت له. إذا إحنا نتكلم عن السقف الله يسلمك، إذا اللاعب اليوم يحط هدف في حياته المفروض يكون على السقف، طموحك تكون دوم متواجد الله يسلمك لك أهدافك فيها. اليوم تحقيق الميدالية سهل، يعني أسهل من أنك تحافظ عليها. اليوم أنا لما أبغي أحافظ على إنجازي في أولمبياد ريو دي جانيرو هذه محتاجة تضحية كثيرة، أمور كثيرة الله يسلمك. اليوم تحقيق الميدالية كانت اجتهاد وكانت تضحية وكان فيها تعب وكانت فيها يعني أشياء كثيرة الإنسان ممكن يعملها كتمارين كمعسكرات كأشياء. أما حين نقول لما نبغي نحافظ على هذا الإنجاز محتاج أيضا تمرين أكثر، شغل أكثر، تضحية أكثر، تحافظ أو تقيس مستواك مع اللاعبين آخرين. اليوم عندك اليوم لاعبين جدد، اليوم عندك منافسينك اليوم اكتشفوا قدراتك واكتشفوا إمكانياتك، فلازم أنك تنافسهم وتكون معاهم. بالنسبة للبطولة القادمة يعني بعد الحصول على ذهبية الأولمبياد في بطولة قادمة هي بطولة العالم في البرتغال، الوضع أيضا الأنظار راح توجه لك، راح تكون تحت الأنظار الحصول أيضا على ميدالية ذهبية بالنسبة لهذه البطولة أو المنافسة على الميداليات الثلاث، راح تكون أيضا حافز بالنسبة لك. بداية بخصوص البرتغال الله يسلمك، بطولة إيواز العالمين اللي بتكون في البرتغال موجود الدعم الحمد لله رب العالمين. أنا اليوم بشكر نادي الثقل المعاقين، أيضا بشكر مجلس رياضي الشارجة على دعمهم لي في بطولة البرتغال هذه. إحنا اليوم إعدادنا الله يسلمك مستمر، إحنا اليوم من بعد ريو ما وقفنا التمرين، ما وقفنا إعدادنا، بالعكس إعداد مستمر وبرنامجنا مستمر. إحنا اليوم نأخذ مرحلة بعد مرحلة. اليوم بطولة البرتغال هذه مرحلة من مراحل الإعداد، أيضا عندنا السنة الجاية راح تكون بطولة آسيا إن شاء الله في إندونيسيا، فنحن نأخذها كلها مراحل تجارب. الإنسان لما يقيس نفسه اليوم الإعداد يكون البرنامج الخطة تكون موجودة قبل، فأنت تقيس نفسك على كل بطولة على كل منافسة موجود فيها نحن نقيس نفسها فيها. أيضا إحنا اليوم بطولة البرتغال مش فقط منافسة، اليوم أيضا إحنا اليوم عندنا انتخابات فيها لرئيس مجلس إدارة نادي الثقل المعاقين طارق سلطان بخادم، اليوم توجد انتخابات، فأيضا إحنا اليوم وجودنا رافع علم دولة الإمارات هذا يسعدنا ويشرفنا ودعم بالنسبة للاتحاد وأيضا رئيس نادي الثقل. لكن بالنسبة للمنافسين والأرقام، قراءة أرقام المنافسين أعتقد أيضا عامل مهم بالنسبة لك أنك تضع نفسك في عملية المنافسة. اليوم الرياضة كلها متابعة، اليوم أنا أتابعهم وهم يتابعوني، الرياضة مكشوفة الله يسلمك. اليوم إذا اليوم أنا اليوم شاركت في بطولة البرتغال هذه كسرت فيها الرقم، اليوم الدول الأخرى كلها تبحث وتشوف الرانكينج موجود محمد كاسر الرقم هذا، وأنا نفس الشيء طبعا اليوم أنا أشيك على اللاعبين الثانيين. أنا اليوم فاجأني اليوم بوجود لاعب بريطاني صغير عمره 19 سنة يكسر الرقم في 100 متر، فأنا أتابعهم وهم يتابعوني. دامنا المنافسة موجودة، دامنا إحنا مستمرين في هذه الرياضة التحدي موجود وإحنا نراقبهم وهم يراقبوننا للبطولات الأولمبيات اليوم. أنا عشان أشرك الضيوف بسلطان بالنسبة للاعبين سواء في ألعاب المعاقين أو في الألعاب الأسوياء، عملية مراقبة اللاعبين الآخرين المنافسين الآخرين التحدي الموجود يعطيك أيضا حافز أنك تعرف مسارك في عملية المنافسة. نعم، هو الحقيقة محمد ما شاء الله نحن فخورين فيه، والإنجازات اللي أمامي تؤكد على أنه بطل ذهبي، وهو دائما يرفع رأس الحقيقة ورافع علم الوطن شامخا. سؤالي لك محمد، هل المقومات المتوفرة لديكم من حيث المنشآت من حيث الدعم هل هي كافية في تصورك، أو شو طلباتكم أنتم كرياضيين لتحقيق المزيد للرياضة الإماراتية؟ بخصوص الاحتياجات الله يسلمك موجودة الحمد لله. احنا اليوم اذا نتكلم عن النادي، اليوم نادي الثقل المعاقين اشكر صاحب سمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي، نادي متكامل من كل شيء. اليوم احنا عندنا التراك الموجود عندنا، اليوم العلاج الطبيعي، اليوم موجودين عندنا الدكاترة، اليوم ايضا اليوم النادي موقعين مع مدرب تايلندي، مدرب منتخب تايلند اللي حققت معاه ميدالية في لندن سابقا وايضا في البطولات ريو، فنحن اليوم مستمرين كأعداد. أما بتقول لي بخصوص الاتحادات، اليوم أنا في مقولة أسمعها دوم أن الاتحاد ما يحضر اللاعبين. أنا اليوم أقول ممكن الاتحاد ما يحضر اللاعبين، لكن ممكن الاتحاد اليوم
هو اللي يدعم اللاعبين. أنا احنا اليوم راح نشارك في بطولة البرتغال اللي راح سوف تقام 30/11 ان شاء الله من الشهر الجاي. مجلس الرياضي اليوم يتكفل في هذه البطولة ككامل كأجملها. احنا كنا نتمنى اليوم احنا كان الاتحاد يتكفل فيها. فاليوم احنا نتمنى دعم الاتحادات الرياضية لأبطالها اليوم. أنا اليوم كلاعب اليوم مطلوب مني تضحية كثيرة. وفر لي برنامج كخطة. اليوم أنا كلاعب لازم أعرف الخطة المستقبلية اللي موجودة لي، المسابقات اللي ممكن أشارك فيها، المعسكرات اللي ممكن أعسكر فيها، أيضا البطولات اللي تفيدني أنا كلاعب. اليوم أنا لاعب أولمبي، ضروري أني أشارك البطولات اللي موجودين اللاعبين الأولمبيين فيها، أقيس نفسي كدول أخرى. فهذا ضروري. الكراسي متطورة فعلا. اليوم عندنا الكرسي اليوم اللي أسابق فيه اليوم مثل ما تشوفونه شركة بريطانية. فالناس اليوم أيضا تبحث الكراسي كشركات أفضل وأفضل. فاليوم أيضا بشكر فيها مجلس الرياضي الشارجة اللي يرعى اللاعب محمد القائد اليابان، سواء من الكرسي سواء من المعسكرات سواء من الإعداد مع نادي الثقل المعاقين. قبل الحلقة كنت تتكلم عن موضوع التفرق. أنتوا كلاعبين لديكم وظائف، هل عندكم عقبات تواجهكم موضوع التفرق للسفر، أو كيف يتم تعاملكم عندما تذهب لمهمة بطولة، وهل يحسب لك امتيازاتك بالنسبة لوظيفتك؟ أنا اليوم بشكر مؤسسة شارجة الإعلام، بشكر اليوم مجلس الرياضي، وبشكر صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي على تفرغي في المؤسسة اليوم. أنا اليوم متفرغ الله يسلمك من المؤسسة إعدادة لبطولة اليابان. حلو. أنا اليوم الله يسلمك تحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو ما كانت فقط من النادي ولا من المجلس ومن محمد، هذا إحنا كلنا اليوم نكمل بعضنا. نعم. التفرغ اليوم شيء أساسي، لأن اليوم أنا في السنة عسكر الله يسلمك 5 مرات 6 مرات، إذا المعسكر ما يقل عن 30 يوم أو 45 يوم. نعم. فاليوم أنا أشكر المؤسسة على تقديرها لهذه البطولات وعلى دعمها لي، لأن اليوم نحن اليوم إنجازنا هذا يشمل المؤسسة. فأنا اللي الحمد لله اليوم أعاني من المشكلة بخصوص التفرغ الرياضي. نعم. لكن في أشخاص بيعانون من بعض المشاكل التفرغ الرياضي. نعم. ولكن بالنسبة لمحمد اليوم بالعكس، أنا مؤسستي ما مقصرة وياي وداعمتني في هذا المجال. محمد أنا شكر لك وجودك اليوم معنا، كل التوفيق لك إن شاء الله في البرتغال، وأيضا ننتظرك إن شاء الله في طوكيو 2020 إن شاء الله. شكرا. شكرا لك. شكرا. محمد نستريح قليلا لنعيش همس المواقع وأهم ما خرج منها من تغريدات يقرأها لنا الزميل أحمد الجسمي. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة مع أبرز التفاعلات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من تويتر ومن الحساب الرسمي لنادي الشارقة، حيث غرد: شركة نادي الشارقة تعتمد شكري رزق مدير عام شركة نادي الشارقة للاستثمار والاتصال. ننتقل إلى الإنستغرام ومن حساب ميد سبورت: فتح باب الاستعانة بالحكام الأجانب في السعودية. أعلن رئيس هيئة الرياضة في السعودية تركي آل الشيخ عن فتح الباب أمام أندية الدوري السعودي للمحترفين للاستعانة بطواقم تحكيم للمباريات دون سقف محدد، بعد أن كان اتحاد الكرة حدد 8 طواقم تحكيمية أجنبية يمكن لأي نادي الاستعانة بها بكافة منافسات الدوري خلال الموسم. نبقى مع الإنستغرام وإلى حساب العين فور إيفر، نقرأ: أنباء متتاولة، عمر عبد الرحمن يقترب من الانتقال لأحد الأندية الأوروبية مجاناً وعدم تجديد عقده الذي سينتهي في مايو المقبل. ومن حساب قناة الشارقة الرياضية نقرأ: نادي دبل فجيرة يستضيف أول بطولة رسمية في بناء الأجسام والفيزيك يوم 24 نوفمبر المقبل ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني 46. ختاماً بقي أن نذكركم مشاركتنا أخباركم وصوركم بإرسالها عبر مواقع التواصل الخاصة كما هي ظاهرة أمامكم. كانت هذه جولة سريعة في عدد من حسابات التواصل الاجتماعي. أعود بكم إلى الاستوديو والزميل علي الجسمي. شكراً للزميل أحمد على الأخبار الرائعة من مواقع التواصل الاجتماعي. ننتقل لموضوع آخر مهم جداً، حيث ما حققته الرياضة الإماراتية من قفزات في الحقل الرياضي والسمعة الكبيرة لكوادرنا الوطنية التي غزت بفكرها أكبر الاتحادات الدولية والقارية أثار حفيظة البعض، فخرجت نغمة النشاز المدعومة لتشكك في نزاهة قيادتنا للاتحاد القاري للدرجات. القصة في سياق هذا التقرير. لا مفر أمامك من دفع الظلم إن أردت البقاء إنسانا.
فما يحدث على صعيد الاتحاد الآسيوي للدراجات فيه من الظلم ما يجبر الأفواه للنطق بالحقيقة، حيث التشكيك في نزاهة انتخابات كسبتها الإمارات كدولة لها الحضور القوي عالميا قبل أن يكسبها الشعفار كشخص له من المكانة ما يسمح له ترأس الهرم، انتخابات كسبتها أسيا قبل أن يخسرها الحاقدون. فلماذا الآن التشكيك في الأصوات التي خرجت من اجتماع البحرين والادعاء بأن المجلس الأولمبي الآسيوي هو من تدخل لدعم الشعفار لا أصوات الناخبين من القارة؟ من دعم الشعفار هو عمل دؤوب لدولة قدمت نموذجا لمعنى طوافات خرج العالم يتغنى بها، ومضامير وبنية تحتية وطرق وفكر كوادر جعلت اللعبة تتبوأ المكان الريادي في القارة، ونجوم لعبة ظهروا على المنصات الدولية. فلماذا التشكيك وجعل الشعفار كبش فداء لصراع نحن لسنا طرفا فيه؟ اللهم أعني على من ظلمني ليجعل عفوي عنه شكرا لك على مقدرتي عليه. موضوع مهم بالنسبة لحلقة اليوم، الحديث عن قضية احنا ابو سلطان مشترف فيها، التشكيك في نزاهة الانتخابات، او يعني العالم كله شاهد بنزاهة هذه الانتخابات، ليش احنا ندخل في قضية ونصير طرف فيها؟ لا، نحن الحقيقة معنيين في القضية هاي، لان التشكيك في نزاهة احد قياداتنا الرياضية الشابة علينا ايضا يجب ان نعرف ما هي الاسباب والحقيقة التي ادت الى هذه الحملة التي يقودها البعض على رئيس اتحاد الأسوي للدرجات الأستاذ أسامة الشعفار. والقضية كما يعلم الجميع في مارس الماضي تم انتخابات الاتحاد الأسوي ونجح الشعفار بالفوز، ولكن قبل أيام تردد بأن 7 من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأسوي تقدموا باستقالتهم ورفعوا هذه الاستقالة لرئيس الاتحاد الدولي، يقولون نزاهة في الانتخابات. ومع العلم أن أثناء الانتخابات اللي كانت جارية في البحرين كان هناك ممثل الاتحاد الدولي موجود، ممثل المجلس الأولمبي موجود، لكن السؤال الذي يجر الآن ما هي أسباب التي أدت لهذه الاستقالات؟ لماذا التشكيك في قدرات أحد كفاءاتنا الرياضية؟ أعتقد الحقيقة أن نحن مطالبين أن نقف مع ممثلنا ومع الرئيس الشاب، لأن الرجل حقق نجاحات، وبالتالي يعني هذه الأزمة بطبيعة الحال لها أسبابها، لكن يبدو أن هناك من يتربص بنا وهناك من يريد يعني زعزعة شبابنا على الهرم الرياضي، وبالتالي هذه طبعا قضية جديرة بأن نعيد نفتح ملف مرة أخرى، وهي إدارة الأزمات التي أشار إليها الأخ سامي، وإدارة العلاقات الدولية التي أشرت إليها. إذن علينا أيضا أن هذه لا نفرط في منصب قاري حقق بنجاح وأمام العالم وفاز باقتدار وفاز الحقيقة بدون أي تشكيك آنذاك، يعني الآن بعد 9 شهور يأتي عدد من الأخوة تقديم استقالتهم. هنا ايضا يطرح السؤال لماذا في هذا الوقت؟ لذلك احنا يسعدنا ان ينضم الينا سيد احمد الحوري نائب رئيس اتحاد الدراجات. رحب فيك وسعيدين بوجودك معنا. مرحبا استاذ علي، احييك واحيي ضيوفك الكرام استاذ حمل جوكر استاذ سامي. بالتحديد كان السؤال من ابو سلطان، ليش في هذا التوقيت الموضوع اثير، وايضا تقديم الاستقالات 7 أعضاء، التشكيك في نزاهه الانتخابات، يعني بعد فترة من فوز سعادة أسامة الشعفار برئاسة الاتحاد الآسيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك يمكن من الأمر ومن خلال بحثنا لهو هذا اتضح أن الموضوع هو تصفية حسابات لا أكثر ولا أقل. الموضوع أن هذه الأسماء اللي وقعت على هذه العريضة أو الاستقالة الجماعية هي كلها أسماء اجتمعت في الانتخابات الأخيرة لاختيار رئيس الاتحاد الدولي،
كان من المعروف جدا أن الأستاذ أسامة الشعفار يعني وضح موقف الإمارات بشكل واضح بأنها أن صوت الإمارات ذاهب لمصلحة المرشح أو رئيس الاتحاد السابق اللي كان في الانتخابات رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، وكان واضح من البداية قال أنا صوتي للرئيس الحالي. كون هذا الرئيس وقف مع دولة الإمارات في استضافة الطواف، تسهيل إقامة طواف دبي، وبعد ذلك تسهيل إقامة طواف أبوظبي، ساهم بشكل كبير الرئيس السابق للاتحاد الدولي في أن يقام هذا الطواف أو الطوافين في دولة الإمارات ويكتب لهم النجاح. فلذلك كان من باب الشفافية اللي هم المفترض أن الأوروبيين يدعون إليها دائما، كان واضح من البداية قال أنا صوتي لرئيس الاتحاد السابق في الانتخابات اللي أجريت آنذاك. طبعا الفرنسي لابيتي هو الذي فاز، واعتبر أن وقوف أسامة الشعفار في وجهه وضده وعطاء صوته لرئيس الاتحاد السابق البريطاني كان باعتبرها كأن يعني اعتبرها مثل الخلاف اللي حاول قدر الإمكان أن يستفيد منه عندما ظهرت بعض الأصوات مع الأسف في الاتحاد الآسيوي، أيضا من باب تصفية الحسابات بعد خسارة المرشح التايلندي في الانتخابات، وأيضا هناك أمين السر السابق أو الأمين العام للاتحاد السابق تجمعوا في أثناء تلك الانتخابات، وأيضا هناك مع الأسف ممكن أقول هناك بعض الأصوات الإماراتية أكون صريح فيها أيضا كانت موجودة، وأيضا تجمعت هناك سبع توقيعات، لكن مش هي سبع أعضاء اللي قدموا استقالتهم، لكن اللي موقعين على العريضة هم خمسة لنكون واضحين. كل القضية كلها هي تصفية حسابات، ومرشح خسر في الانتخابات الآسيوية ومرشح فاز في الاتحاد الدولي في الانتخابات الدولي، واعتبر أن وقوف أسامة ضده كان أيضا أراد أن يرد الصفعة، وهي مش صفعة، هذه انتخابات وهذه شفافية، وكان واضح أسامة من البداية كان معه أني أنا صوتي لن يذهب لك. فكل الأمور من خلال هذا اللي شفناه هي تصفية حسابات، وعلى فكرة هي يعني الهدف منها زعزعة موقف أسامة الشعفار كرئيس الاتحاد الآسيوي، لكن هناك في جمعية عمومية هي التي ستعقد اجتماعها حسب القانون بعد 60 يوم، وهي التي ستنظر في الاستقالات. لذلك لأنهم حتى الآن ما عندهم القاعدة القوية من أجل سحب الثقة من رئيس الاتحاد الحالي، يصعدون إلى أن مطالبة رئيس الاتحاد الدولي بالتدخل، يعني اللي هم يتكلمون عن الشفافية هم الآن يطالبون رئيس الاتحاد الدولي بالتدخل، لأن ليس لديهم قاعدة في العمومية، عمومية الاتحاد الآسيوي، فهم الخمسة هذه أو السبعة هم اللي يدفعون رئيس الاتحاد الدولي دفعا، وهو متعاطف معهم مع الأسف بأن لا ينتظرون العمومية بانتظار قرار من الاتحاد الدولي. سيد أحمد الحوري، أنا شاكر لك مداخلتك، وأيضا راح نتعرف على هذا الموضوع من أبعاد المختلفة إن شاء الله في الأيام القادمة وأيضا الأسابيع القادمة. شكرا لك أبو سلطان، عدنا يعني أقل من دقيقة. المؤسف إنه يعني إنه في على حسب كلام الأستاذ أحمد الحوري إنه في أيادي إماراتية أيضا تشارك في عملية التشكيك في النزاهة. والله هو الحقيقة طبعا ما في شك إنه يعني أتمنى لا يكون هذا الكلام يعني مقبولا، وأتمنى إن شاء الله أن نزيح الحقيقة مثل هذه الخلافات ومثل هذه الحسابات وتصفية الحسابات. الهدف في النهاية نحن يهمنا سمعة الرياضة الإماراتية وسمعة أبنائنا وسمعة من يتولى المناصب ويتبوأ مناصب قارية دولية، لأن الرياضة الإماراتية بحاجة إلى قيادات تحمل رسالتها بشكلها الصحيح. وأتمنى إن شاء الله أن هذه الأزمة الأخوة
في أعود وأكرر الإدارة الرياضية العليا أن تساهم وتزيل هذا الإشكال. مؤسف أن نفقد يعني أيضا قيادة شابة موجودة على رأس هرم رياضي آسيوي يعني منصب قوي أيضا. صح، أنا أعتقد أن المفروض الآن تشكيل فريق لمساندة الأستاذ أسامة، الاستعانة بعلاقاتنا بالمجلس الأولمبي الآسيوي لتقديم دفوعات، لأنه المؤامرات موجودة، وبالفعل رئيس الاتحاد الدولي يأتي ممكن أن يغير، يريد مريدين ومساندين معه، ولذلك قد تحصل هذه الأمور. لذلك الآن المطلوب تشكيل فريق مساندة واستخدام علاقاتنا بالمجلس الأولمبي الآسيوي والاتحاد الدولي مرة أخرى والمؤثرين للحفاظ على مكتسباتنا. أستاذ محمد الجوكر شكرا لك. شكرا أستاذ سامي، شكرا لك. الشكر أيضا لكم مشاهدين على مشاهدة حلقة ملاعبنا لهذا اليوم. كونوا على موعد مع الزميل علي الظبياني في الغد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.